السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم ودعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. انتصرت استئنافية طنجة أمس الأربعاء للضحية وأصدرت قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق أب مارس الجنس على ابنته بالقوة لعدة مرات بالقصر الكبير، حيث أدين بعشر سنوات سجن النافذة. المحكمة اعتبرت أن التهمة ثابتة في حق الأب المجرم، خاصة وأن الضحية قدمت تقريرا طبيا يثبت المأساة التي عاشتها. وكان الأب بعد سيسائه الخمر يلجأ إلى ابنته لتلبية نزواته الجنسية الحيوانية مستغلا عدم تواجد الأم بالمنزل، حيث استمر هذا الوضع إلا أن باحت الضحية بالمستور لتتقدم رفقة والدتها بشكاية في الموضوع، انتهت باعتقال المجرم. نشكركم على حسن المتابعة.